إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، متتبعي قناة مناظير بلادي، الإخوان السائقين والسائقات، تحية لكم جميعا أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. مشاهدين الكرام، غتشوفوا معايا في هذا المقطع هذا، نشوفوا ندير واحد الإطلالة على هذا الطريق فين وصلت فيها الأشغال. هذا الطريق الوطنية رقم 19 في اتجاه حاسي بركان في اتجاه الناظور من توريرت. بدينا الإخوان من محطة الأداء اللي كاينه في مدخل توريرت، درنا على اليسار في هذيك الرامبا تما الإخوان انتما كتشوفوا معنا الطريق، انتما كتشوفوا معنا الطريق فين وصلات. اللهم بارك، تبان لي الطريق على الإخوان راهم غاديين. كاين بلايص اللي راهم هي تزفتات مزيان هنايا، باقي الجنبات ديالها وباقي ربما تزفت نهائي ما دارش. هانتوما هنا الاخوان تشوفوا هذه القنطره ديال طريق السيار، ومع الاسف هذه القنطره هذه دارت وما خداوش بعين الاعتبار باش تكون الطريق متسعه هنايا. كان عليهم في الاول كانوا يخلوا هذه القنطره كبير، واحد القنطره متسعه، ولكن مع الاسماء ليش دابا الاخوان اللي عطى كما كنقولوا. كما كتشوفوا معنا الاخوان هنا الطريق راها صبحت رائعه جدا، هنا الطريق راها مزفته مزيان. هذا المقطع الاخوان غادي نمشيو وتسافروا معايا فيه، غادي تشوفوا معايا فيه الطريق حتى نوصلوا ملتقى الوديان والقنطره ديال واد ملويه. شوفوا هذيك القنطره ديال واد ملويه، ومن ثم الاخوان ثانيا نشوفوا معايا المقاطع حتى الحاسي بركان، وكذلك تنوصلوا لسلوان، الطريق اللي كدينا العروي والطريق اللي كدينا الناظور، تنتلاقاو مع الطريق اللي جايه من العروي. انتما الاخوان شوفوا هنا راه باقي البلايك ديال الاشغال، باقي الاشغال هما هنايا ثاني، هما زفتوا هذا المقطع هذا، هما الطريق هنايا زفتوها، باقي الجنبات ديال الطريق، وغادي نشوفوا واش تم التزفيت النهائي ولا مازال الاشغال. هما الاليات ديالهم الاخوان هنايا، الناس راه باقيين خدامين لانه باقي الجنبات ديال الطريق، وباقي الطريق ما تصبغاش، يعني حتى تصبغ الطريق عاد نعرفوها راه تزفيت نهائي وراه الطريق انتهت. هنا راه باقي الجنبات ديال الطريق، يعني راه كاينه حافه خطيره على جنب الطريق. هنايا انتما تشوفوا الاخوان الاليات ديالهم هنا، الناس راه باقيين خدامين، ولكن على العموم الاخوان الطريق راه تصلحات، راه الطريق مزيانه. يعني ملي تزفت تقريبا تزفيت ملي تعاودت يعني في الزفت راه ولات مزيانه، واخا نقولوا ربما شهاده تزفيت نهائي ولا مازال، على العموم راه الطريق ولات مزيانه الاخوان تبارك الله، اللهم بارك. الطريق ولات قاده، ما بقى فيها الحفاري، ما بقى فيها السهوس، الطريق ولات جميله جدا. طريق السلامه نتمنها لجميع مستعملي الطريق، وهاد المناطق الاخوان كامل اللي هنايا على هاد الطريق هادي، على واد زاو وكذلك على واد ملويه، مناطق فلاحيه بامتياز اللهم بارك. عندهم شجر الزيتون، عندهم الفصا، يعني مناطق خضراء، مناطق سقويه، مناطق فلاحيه بامتياز اللهم بارك. خليكم الاخوان مسافرين معايا، خليكم مكملين مع المقطع، نشوفوا الطريق فين وصلت، نشوف واش كامله، يعني الطريق كلها زفتات ولا باقي بعض المقاطع ما مزفتينش. وطريق السلامه للجميع، وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش الاعجاب ومشاركه القناه فضلا وليس امرا. تحياتي لكم جميعا، وتيبان لي الاخوان هنايا على اليسار ولا باقي خدامين تما تيحفروا في هذوك الجنبات ديال الطريق، يعني باقي الاشغال هنا ساريه على هذا المحور هذا، طريق الوطني رقم 19 بين توريرت وقنطره ديال واد ملويه. تال تما غادي نشوفوا الطريق هنا الاخوان، هما الطريق متوقفه هنايا، هما الاخوان جايين في الزفت، هما هنا حابسين الطريق، تيدوزوا غير بالتناوب الطريق، يعني الطريق انا الاخوان هنا هما خدامين كيزفتوا فيها، يعني راه مازالوا كيشارجيو فيها الزفت كما كتشوفوا الاخوان هنا. هنا متوقفين هنايا، تعطينا الانطلاق هاد العمال هادو، تحيه لهاد العمال اللي خدامين في هاد الطريق.
إذن الإخوان هنا الناس راه ما باقين خدامين كيزفتوا في هاد الطريق هادي. إن شاء الله غتصبح هاد المقطع دا صبح مقطع رائع جدا. كما قلت لكم الإخوان ما تنساوش دعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. كما كتشوفوا معنا الإخوان ها هما هنايا، حنا كنمشيو بالتناوب هنايا، أما الناس الله يعطيهم الصحة هما خدامين. شوفوا لا شارج راه ما مشارجين هاد الطريق مزيان، ربما يكون هذا التزفيت النهائي هذا فهاد الاخر ديال هاد الطريق هذا، هاد لا شارج هذا ما يكون الا التزفيت النهائي لانه راه ديجا راه شارجاوها الاخوان هنا. كما قلت لكم الاخوان هنايا راه مشارجيه، وديجا هذا اللي غادي فيه دابا حتى هو راه مشارجي. اما الناس خدامين هنا كيزفتوا نعطيهم الصحة. هناك سيارات الإسعاف، أسباقية سيارات الإسعاف، ربما غادي بواحد السرعة، ربما كاين شي حادثة ولا هزة شي حالة خطيرة. ديما خصنا نعطيو حق الأسباقية. طريق السلامة للجميع الإخوان، خليكم مكملين مع المقطع. نشوفوا الطريق هادي حتى نوصلوا القنطرة ديال واد ملوية. طريق السلامة للجميع. هنا الاخوه المشاهدين كما كتشوفوا معنا هنايا، هنا فين وقعت الحادثه السير ديال فاش كانت لومبيلونس غاده، كانت هنا الحادثه السير الاخوان ديال واحد الدراجه هنايا، ما عرفناش شكون من السيارات اللي ضربت هذيك الدراجه. اذا لومبيلونس كانت مديه صاحب الدراجه، نتمنوا له الشفاء العاجل. كما كتشوفوا معنا الاخوان هنايا الطريق راه هي كما قلت لكم الطريق الاخوان مزفته مزيان، طريق رائع جدا. مخدم الاخوان سويكلاس، غير راكم عارفين شي حاجه قاست لي
ينقص ليه الباربريز، وراك عارف ملي كيكون كتصور شي حاجه وانت غادي في الطريق يعني كتبان واحد بحال شي نقطه مضببه تمايا كتخسر الصوره. هذا الشيء اللي جعلني كنخدم السويكلاس المساحات ديال الزجاج باش يحيدوا داك الوسخ اللي كان تمايا تقاس من الطريق ولا من شي حيوان طائر شي. معليش دابا الاخوان كما كتشوفوا معنا قلت لكم الطريق هنا مزفته مزيان، هما الجنب ديال الطريق راه ما تيعمروهم وتيدكوهم كما كتشوفوا راه ما باقين يعني باقين يلا مدوز لي مدكاك جديد داكشي باقي الارض مبلله يعني الارض راه الجنبات باقين فاسقين. وان شاء الله ملي غادي تسالي بمره الاخوان وداروا البلايك وتصبغ الطريق غادي تبان واحد الطريق واحد اخرى. نتمنوا السلامه للجميع وخليكم مكملين مع المقطع. حنا دابا على مقربه من ملتقى الويديان هنايا في هذا الدور هادي، الى مشينا هنا على اليمين كنلقاو ملتقى الويديان، ربما واد زمع واد ملويه هما الاليات اللي خدوان خدامين كيصيبوا الجنبات ديال الطريق تيعمروهم. هنا ملتقى الويديان على اليمين، وهنا الاخوان في اتجاه قنطره ديال واد ملويه، وكاينه منها الطريق لاخوان الناس اللي غيمشيو لساكا ويرجعوا الاتجاه ديال ناظور كذلك عبر العروي، والناس اللي غيكملوا الطريق راه غيمشيو الطريق على طول في اتجاه حاسي بركان. طريق السلام للجميع، وخليكم كمان مع المقطع حتى النهايه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.